تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر، حيث انسحبت المصنفة الأولى في العالم عن فئة ال11 سنة بيسان شيري البطلة اللبنانية الدولية. ليش انسحبت بيسان وماذا عن التفاصيل ومين بيسان شيري؟ رح نكون عم نتعرف عليها بهيدا البث المباشر. بيسان برحب فيك. أول شيء عرفي المشاهدين عن حالك وقديش صرتي قطعت ال11 ولا بعد، وخبرينا عن مسيرتك بكرة الطاولة. اسمي بيسان شيري، عمري 11 سنة. أنا بلعب بينبو، بلشت من لما كان عمري 5 سنين، وأول بطولة كانت لألي وقتها كان عمري 7 سنين. وين كانت أول بطولة؟ بمصر، كانت بطولة فرق، لعبنا فردي ودبل وأخدنا تالت عالميا. كنا ايه اوكي. هلا من مصر لوين رجعت انتقلتين؟ كان عمرك 7 سنين بمصر، تاني مرحلة وين كانت؟ كمان بمصر. كمان بمصر؟ كانت كمان لعبة. لا، كان تمرين تمرين لكل الدول، كمان استفدنا هناك بالتمرين. قد ايه صار لك تقريبا عم تتمرن؟ يعني من 7 سنين خضتي بطولة، يعني من اي عمر كنت عم تتمرني؟ 5 سنين، يعني صار لي شي 6 سنين بتمرن، وأنا بتمرن دايما عشان ضلني أقوى وما أتراجع، وأنا كمان بجرب قد ما فيني صلح كل شي عندي غلط، وعشان أقدر أربح دايما. حلو. بالنسبة للأشخاص اللي بيدعموك، يعني غير أهلك ورفقاتك، وخصوصا أنه عم تضطر تغيب كتير عن المدرسة لأنه بيكون عندك بطولات وهيك. ايه، عم بضطر غيب، بس انه اهلي ورفقاتي كتير عم يدعموني، ورفقاتي عم يرجعوا يساعدوني بكل شي درس، والمعلمات عم يشرحوا لي كل شي، وعم جرب انه ما اقصر بدرسي ولا اقصر بتمريني، عم جرب انه اكون ناجحة بالمدرسة، اكون كمان قوية بالبينبون. لما احرزتي هيدا اللقب بطلة العالم وصنفتي لمرحلة ما دون ال11 سنة، وين كانت اللعبة اللي لعبتوها لحتى اللي احرزتي هيدا اللقب؟ كنت عم شارك ببطولات كتير، بس اكتر شي كنت بايطاليا، سلوفاكيا، هنغاريا، جمعت كتير نقط فيهم وربحت كتير متوشة، ولما كنت صرت الأولى على العالم أنا كنت كتير مبسوطة وما صدقت، وأنا كنت عارفة أنه رح أعمل هيك، بس ما كنت متوقعة أطلع أولى، كنت صح. متوقعة أطلع يعني من أول 10، بس مش أولى. مين هن الأشخاص التانيين؟ من أي دول اللي كانوا عم ينافسوك يعني عشان هيك ما كنت كتير موقعة؟ كان في إسبانيا، كان في إيطاليا، سلوفاكيا، هنغاريا، كان في سويد، كان في هند، كان في كل البلاد. حلو، يعني عم نحكي عن دول كمان عريقة بعالم الرياضة وقوية. بالنسبة لآخر لعبة وين كانت؟ كانت بالبرتغال، اللي هي شو كنت عم تعمل فيها قبل ما نحكي عن انسحابك؟ كنت عم بعمل فيها بطولة ستار، كنت رايحة انه تجمع نقط عشان ضلني محافظة على التصنيف الأولى، ورحت وما كنت متوقعة يطلع لي هيك. يعني المواجهة اللي هي خلينا نقول انه انعمل قرعة او اجى اسمك مع لاعبة تانية من اسرائيل. ايه، وقتها انا كنت اكيد انا اول ما شفتها كنت عارفة اكيد، بلا تفكير انه ما رح العب معه، بس ما كنت عارفة طريقة الانسحاب كيف بدها تكون، فرحت عند بابا اللي هو كان كوتشي هونيك، وسألته عن طريقة الانسحاب وانسحبنا، يعني لأنه كان دغري قرار اخذتيه بمجرد ما شفت انه اسمك بهيدي المواجهة، قررت انك تنسحبي. ايه، لأنه إذا وقفت مع الطاولة يعني أنا عم أقول أنه هني موجودين، وأنا مستحيل أوقف على الطاولة وألعب معه وسلم عليه وهيك، ساعتها أنا بدي أقول أنه هني موجودين، مع أنه أنا بقول أنه هني مش موجودين. نعم، يعني هذا الشيء ممكن يأثر على اللقب اللي أحرزتي، يعني ممكن ينسحب منك هذا اللقب ولا بتضلك مكملة محافظة عليه؟ هلأ ما بعرف، بس انسحب مني نقاط،
ومنعوني من كم بطولة ألعب فيهم عشان الانسحاب، كانوا يقولوا هني أنه مش ضروري لأنه هني ما بيعرفوا أنه نحن عنا مشاكل مع هالدولة، يعني مش هالدولة يعني هني. هو طبعا ما في دولة اسمها إسرائيل، بس أنه بغض النظر عن القصص كلها، هذا الشيء أنت اللي ممكن يكون عم بيأثر على الـ على اللقب. أمتى ممكن تعرفوا هذه النتيجة؟ آخر السنة رح يطلعوا كل اللقب، من أول من تاني من تالت لآخر شي. وأنا هلأ ماني عارفة إذا رح أتراجع، رح بطل أولى ولا رح ضلني أولى، لأنه هيدا الشي أثر على التصنيف، حسيت لأنه أخدوا مني نقط. يعني سحبوا منك نقط لأنك انسحبتي وما بدك تواجهي شخص من العدو الإسرائيلي. إيه هلأ هن لأنه عندهم الانسحاب شي منه منيح، يعني هن بيقولونا ليه انسحبتوا، كان فيكم تلعبوا، بس هن مش عارفين أنه نحنا ما بنلعب. صحيح، يعني مستحيل كنت انك تواجهيها للاعب اللي من العدو الاسرائيلي. على كل حال، بحال هيدا الشيء يعني بيأثر سلبا على اللقب، كيف ممكن ترجع تعوضي بالسنة الجديدة؟ أنه تصير جرب قد ما فيني أربح وجمع نقاط، وبدي جرب أنه ما أخسر عشان ما يصير معي كمان إشي هيك بالتصنيف تكون مأزية، وإن شاء الله ما يجيني كمان مع وحدة من نفس ال إيه، عشان ما بدي أخسر نقط، وأكيد رح أنسحب لأنه ما بدي أخسر نقط، فهيدا رح يأثر كتير على تصنيفي يصير. نعم، هي بتصير عملية الأسماء اللي بتنحط بمواجهة أي لعبة عبر قرعة، بتنعمل قدام الكل القرعة؟ لا، هن بيعملوا القرعة ولما يخلصوا القرعة بينزلوها. بينزلوا النتائج وأسماء كل واحد منهم حينافس. ايه، نحن ما كنا عارفين أنه رح نافس لعبة من إسرائيل. لما كنا هناك عرفت، لعبت أول شي متوشة، ولما إجاني ماتش ضدها انسحب الدغري بلا تفكير. نعم، حدا سألك انه ليش وخليكي، ولا او حدا اعتبر انه انسحابك هو نتيجة ضعف وانت وضحتي له انه نحن ما بنتعاطى مع اسرائيل او ما بنتعاطى مع لاعبين من اسرائيل؟ اكيد، لانه كل شيء بعمله له شيء منيح وله شيء مش منيح. اكيد تعرضت كتير لعالم يسألوني ليه وهيك، وفي عالم صاروا يتمسخروا انه انا انسحبت ويقولوا عني انه انا انه ضعيفة عشان انسحبت، لاني ضعيفة وخايفة اخسر. بس انا قلت انه ما بدي اهتم لهول العالم، انا بهتم لهول العالم اللي كانوا واقفين حدي وانبسطوا لي كتير وهنوا لي كتير انه انسحبت، لانه انا هيك بكون انه انا ما اذيت الفلسطينية ووقفت معهم، لانه لو لعباني معهم كنت انا اذيتهم كلهم هول. صحيح بسان، فعلا نحن عم نفتخر فيك ونفتخر بهذا القرار اللي اخذتيه. فاذا مشاهدينا، البطله اللبنانيه دون 11 عام بسان شيري انسحبت من بطوله عالميه كانت عم تخوضها بالبرتغال بمجرد ما اتى اسمها من جراء القرعه اللي بتنعمل بمواجهه لاعبه من الكيان الاسرائيلي، ورفضت بسان مثل ما سمعنا واستمعنا ايضا الى الروايه الكامله انه تكون عم تخوض هيدي اللعبه وهيدي المنافسة، وهذا الشيء قد يؤثر على اللقب اللي هي ماخذيته اللي هو لقب البطولة بمجرد انسحابها، لأن أيضا حرموها من أنه تشارك بعدة بطولات. على كل حال، نحن نتمنى لك كل التوفيق بسان، لإلك وأيضا لأهلك اللي دايما واقفين إلى جانبك. مشاهدينا، إبراهيم داور وجرمانوس من بيروت، صوت بيروت انترناشنال.